من بين ما بقي للقطاع العام بالمنطقة الصناعية لبرج بوعريريج، هذه الوحدة المتخصصة في إنتاج أنواع الأنابيب الموجهة للسقي الفلاحي وللرش بما فيها اللواحق وقطع الغيار، صناعة تعود لثلاثين سنة خلت، فيها جهد وتركيز وفيها انشغال أكثر بمسألة الجودة والتكلفة، بعد استفادة الوحدة من مخطط تطوير ب 49 مليار سنتيم لتجديد بعض العتاد. عندنا اكوبلومون دو تيب، ناكوبلومون تاعو عندنا كوكي روتين ونصعو تيب هنايا تاع الرش المحور. تصلح هذا الكيف اليسار، نخدموا به اليسار تاع الفلاح. تقريبا يومين شحال؟ يومين على حساب لاكومون تاع الاداره اللي بتبعث لنا. لو كونترول تاع لو سوداج سوفي او بون ديسي، لا ديرنيير اوبيراسيون. باش تندار؟ بار هيدروستاتيك. الو اقتنينا سيدي دي تورا كوموند نيميريك دي روبوفيل لصناعه القوالب ولي مول ولي زوتي دو بريس، فريزاز كوموند نيميريك، بوانسونيوز كوموند نيميريك، دي بريس، نسمو هذا كل يصب في اطار تنويع الزياده في الانتاج والنوعيه. حنا دائما نكونوا قراب للعمال، نحسهم باش يزيدوا في الانتاج، باش يحسنوا الجوده، وهذا باش يخرج لصالح المؤسسه والعامل، لان ما يخفكش لا ريشيس يعني راح تعود للربح للعامل. رغم ما تعرفه الفلاحة من مكننة للوصول إلى 2 مليون هكتار من الأراضي المسقية، تشتغل الوحدة ب50% من طاقتها، وهذا بسبب محدودية الطلب على إنتاجها الذي ارتفع سعره في سوق متروكة للمنافسة. والله أصبح عندنا صعوبة في التسويق تاع، وخاصة التأثير هذا تاع البي في سي، أصبح عندنا تأثير كبير، عنده تأثير كبير، والتكلفة راهي غير تزيد. احنا ماذا بينا يعني هذا الحوايج يعني يكون يفتح الزنكي واللي مادة أولية إنتاج وطني ومحلي يعني تساعدنا بالبزاف. وحدة في حجم مؤسسة ب 200 عامل وبرقم أعمال بمليار دينار في 2017، رقم متواضع، ورغم ذلك هو أحسن بكثير مما كان عليه قبل سنوات.